لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هناك عدة علاجات ينبغي أن نستعملها إذا وجدنا في أنفسنا مثل هذا. وكلنا يا أيها الأحبة كما قلت قد يأتينا الشيطان فيشعرنا هذه القضية. الاستكبار، نحن أحسن من الناس، نحن أفهم من الناس، الناس ما تسوى، الناس كذا، فنبخس الناس حقوقهم ونتعاظم عليهم بأشخاصنا وبما عندنا. أول شيء كثرة الاستغفار. الاستغفار أمر عظيم جليل ودواء كبير جدا لكثير من الأمور. انظر إلى الاستغفار يا أيها الأخ الكريم إلى مشروعيته في مواضع تتعجب منها، منها مشروعيته بعد الصلاة. طيب أنا في الصلاة ما فعلت معصية، أنا كنت طائعا لربي، أنا ممتثل لأمره، أنا ذاكر له، أنا خاضع له، إيش المعصية التي فعلتها حتى أستغفر؟ هذا سؤال يخطر في بال كثيرين. الله تعالى أمرك بالاستغفار بعد العبادة حتى لا تأتي النفس الأمارة بالسوء لتغرك فتقول ما شاء الله عليك، أنت ولي النبي، أنت ما تضيع صلاة الصلوات، أنت ما في مثلك، أنت أحسن واحد، طلع أخواتك، طلع جيرانك، طلع أخوتك ما تصلوا وأنت تصلي. فالله تعالى شرع الاستغفار من إحدى حكم الاستغفار كسر النفس الأمارة بالسوء التي تشرب بكل عمل صالح تفعله. فهذا أمر مهم أن نلحظه، أن تستغفر. لذلك كان بعض السلف الصالح يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لما يكون الإنسان غافلا في الاستغفار فقط يقول استغفر الله استغفر الله، ولا يخطر في باله الخضوع والتذلل لله وعدم التكبر على عباد الله، لا يفهم معنى الاستغفار حقيقة. فاستغفارنا يحتاج إلى استغفار لأنه ليس استغفار الخاشعين. فإذا أكثر من الاستغفار مع الخشوع والخضوع لله عز وجل، مع الإقرار بأن النعم من عند الله تعالى. الدواء الثاني والعلاج الآخر أن تزور المرضى والضعفاء والفقراء في المشافي أو في بيوتهم. اجعل لك زيارة شهرية أو كل عدة أشهر للمشافي حتى لو لم تكن مريضا ولا تريد شيئا، فقط ادخل وانظر، انظر تعرف نعمة الله عليك، وتعرف كم أنت مقصر وكم نفسك تستكبر على الناس. أنا أحسن وأنا أحسن، انظر إلى هذا المبتلى، لو كنت مكانه ماذا كنت صانعا؟ يا رب أتوب إليك، يا رب أرجع إليك، يا رب لست خيرا من أحد من خلقك، يا رب أنا مقصر، يا رب وفقتني فبفضلك. سبحان الله، ادخل إلى بيوت الفقراء ترى نعمة الله وتستحقرها وتقدرها، وفي آن واحد لا تستكبر على عباد الله، ترى كم أعطاك الله تعالى من النعم فتشكرها وتعظمها وترحم هؤلاء الفقراء. العلاج الثالث أن تزور القبور. ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم وإسناده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زر القبور تذكر بها الآخرة. والذي يذكر الآخرة تهون عنده الدنيا ولا يستكبر على عباد الله فيها، لأنه يعرف أنه سيرحل ويلحق بهؤلاء. لذلك في الحديث الصحيح أيضا لما كان سيدنا رسول الله يأتي المقابر يقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم يقول تحفظون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إذا لم تكن تحفظها فاحفظها، إذا زرت المقابر فقلها السلام عليكم، كأنك تخاطب حيا، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هناك عدة ألفاظ بعدها،
لفظ منه نسأل الله لنا ولكم العافية، وفي لفظ أنتم سلفنا ونحن بالأثر. نحن يا قريب لما تدخل المقبرة وتستحضر هذا المعنى أيضا تنكسر في نفسك شوكة الاستكبار. أنا هو المقامي، هو المقامي عفوا، المقام هو مكان الاستقرار، هنا مقامي أيضا أنا وأنت كلنا، وأبي وأبوك وابني وابنك وأخي وأخوك وزوجتي وزوجته وأغنى الأغنياء وأجمل أهل الجمال. سبحان الله، أجمل النساء وأجمل الرجال وأعظم الرجال وأعظم النساء. ألم تر أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد أسند الثرى؟ فمن أنا وأنت بعد ذلك؟ سبحان الله. لذلك زيارة القبور، كم أذكر الإخوة لما نزورها يوم العيد، أقول لا تجعلها عادة، اجعلها عبادة. زيارة القبور يوم العيد معظمنا إن لم نقل كلنا، أسأل الله أن يصلحنا جميعا وأنا أولكم، نعم عبادة عادة. لذلك لما ندخل إلى القبور نتكلم بقصص الدنيا، البيع والشراء والتجارة وارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار، وسافر فلان تزوج فلانة، ونحن أمام القبور. أي زيارة هذه؟ تزور القبور بقصد الاعتبار، هذه عبادة. زر القبور فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور علاج عظيم للنفس الأمارة والمستكبرة التي ترى نفسها سأرجع إلى هذا المكان فأنا أستكبر على عباد الله، سيتركني الناس ويرحلون عني، على ما أرى نفسي، والله لا أرى، سنرى الطب علينا نحن مقصرون، والله نحن مقصرون. العلاج الرابع من العلاجات المهمة لتربية النفس وكسر شوكتها وإبعادها عن التعاظم على خلق الله سبحانه وتعالى، صحبة الصالحين الصادقين. لما يكون حولي أناس صالحون صادقون من أهل التقوى يعلمونني التواضع، من تواضع لله رفعه الله، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فلما أرى الصادقين الصالحين من عباد الله أهل تواضع، هو رجل من الصالحين من أهل القرآن من أهل الالتزام، ورغم ذلك تراه يبتسم في وجوه الناس، يرحب بالصغير والكبير، لا يستكبر عليهم، أتعلم منهم. كثير من العلماء كانوا يأتون إلى أساتذتهم، الخطوة الأولى لما يأتون إليهم قالوا نرى سمتهم فنتعلم منهم. سمت هيك منظر، أسلوب، كلام، تواضع، شوفوا هيك تعلم شلون أتعامل مع الصغير مع الكبير مع الفقير، يراه يرحم العباد، داره متكبرا، فيتعلم يقتبس منه هذه الإضاءات هذه الطيبات الصالحات من العمل فينتفع بذلك. فكذلك إذا رأيت إنسانا من أصحاب الإيمان ومن أصحاب التواضع فصحبته تؤثر في نفسه. فهذه بعض العلاجات التي نستطيع بها أن نكسر شوكة استكبار أنفسنا. اللهم اجعلنا لك متذللين ومع إخوتنا متواضعين، ولا تجعلنا من المستكبرين. الحمد لله تعالى رب العالمين.